ورح ننتقل لبريك، اول بريك بحلقتنا، بنرجع نتابع لوجين، خليكن معنا. سألت كثير لميتا عن انه دور الادوار الاغراء، يعني انت نعم. صبيه حلوه وملفته للنظر طبعاً. شئنا ام ابينا طبعا. قلتي انا بقدم الاغراء ببراءه، مش ببراءه يعني؟ بطريقه راقيه او باناقه وبكلاس، يعني هيدا اللي صح. شو يعني اغراء واناقه إيه وبراءه صح. وكلاس؟ انا ما في اطلع انه ما بقول، ما عم بقول انه انا ماني بنت سكسي، مش غلط. عندي الجمال وعندي 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 التيب والستايل السكسي طبعا موجودين مع بعض، بس عندي الكلاس. يعني شو ما اعمل ما رح اطلع فولجر، يعني حتى لو طلع لبس شورت او وغمره او وات ايفر او مايو او اللي هن. وبعدين بمصر منه شيء جديد عليهم، من ايام البلاك اند وايت والاسود والابيض اهم مسلات بتطلع. بس لميتا البنت اللبنانيه عم تتاخذ على مصر، مش الكل، ما بدي احكي، عم في صوره نمطيه الممشوجه انه هيدي البنت السخيفه الحلوه كثير السكسي، اللي السكرتيره اللي ما عندها لازم تضلها سكرتيره. انا ما شفت بمصر او بسوريا او بدبي حدا حكي عن البنت اللبنانيه غير هن اللبنانيه. بس عم يحكوا على بعض المصريين او غيره لما عم يعطوا دور للبنت اللبنانيه عم يعطوها هيدا الدور. لا مش الكل. دورك ب 365 يوم سعادة. لا اوكي، دوري هيدا ب 365 يوم سعادة بنت مذيعة ودلوعة وغنوجة، شو في من ال سخيفة نوعا ما، صوات يعني هيدا تمثيل. المصرية هي اللي هي اللي بتزوجها، هي اللي بتكون معها مدى الحياة، واللبنانية اللي بتسلى معها. أنا بدافع عن البنت اللبنانية لليوم، لأنه مش مزبوط. أنا عايشة بمصر وأنا بعرف شو عم بياخذوا الممثلات المصريات أدوار. أنا مش رحت على مصر عملت فيلم ورجعت، أنا عايشة إلى 3 سنين هونيك، بعرف شو عم بيصير. هيدا الشيء كتير غلط ولازم نحب بعض وبالعكس ندعم البنت اللبنانية.